أعزائي المتابعين، إنما كنتم متيم بن عبد الله إز باك، أسعد الله مساكم وصباحكم أعزائي المتابعين. إنما كنتم مولا أعزائي المتابعين، إنما كنتم متيم بن عبد الله في هذا الفيديو الجديد والجميل والرائع والخرافي اللي مرة متحمس فيه، ولا من خلال استكمال السلسلة الخرافية اللي قاعدين نسويها، سلسلة مطاعم متميزة، مطاعم غريبة. عندنا هذا اليوم مطعم مرة بطل وخرافي، أن أو ماي جاد، حرفياً شايف اللي لابسه أنا؟ أبيض شخابيط. المطعم هو عبارة عن مكان أبيض وفي شخابيط كذا بشكل يخليك تحس إنك مو داخل مطعم، إنك داخل كراسة رسم. ولكن Oh my God, it's the best place I have ever been to من سنوات طويلة. المكان اسمه Imagine Lounge، المكان خرافي جدا، يقع في مدينة الخبر. ما أدري وش أقول زيادة عنه غير إنه واحد من أطلق الأماكن اللي رحتها في حياتي حرفيا. نروح الحين نشوفه، ولكن قبل لا نشوفه إذا حاب تستمر السلسلة وتعطينا مطعم غريب ومطعم خرافي تحس إنه يناسب هذه السلسلة، هذا سناب شات حقي راح تلقى هناك في الستوري يوميا في بوست مكتوب فيه مطاعم غريبة علامة استفهام، اكتب لنا مطعم ويوميا راح نشوف المطاعم الغريبة والخرافية اللي أنتم تعطونا إياها. فخلونا نروح لأني مرة متحمس للمكان. طبعا فكرة المكان بسيطة، في الدماغ تكون بسيطة، ولكن الشيء اللي عجبني فيه هو ان الانسان اللي صمم المكان عرف كيف يعطيك الفكرة بالضبط. حرفيا فكرة المكان هي عبارة عن كيف اني استخدم الخطوط عشان اني اسوي الظل، عشان اني اسوي المكان، عشان اني اسوي اي تفاصيل موجودة في اي شيء في هذا المكان، فقط بخط واحد لونه اسود يكون دائما زي ما تشوفه خط مستقيم. المكان بصراحه رايق، له تقريبا 3 شهور من فتحه والحين، لذلك كان المكان ما له صيت كبير مره بحكم انه تو فاتح، واساسا هو لسه سوفت اوبننج، ما هو اللي هو جراند اوبننج، فيعتبر ما هو مره معروف. ولكن بصراحه بالنسبه لي انا اللي قاعد اشوفه بالمكان نفسه، خصوصا انه في قاعده برا، في قاعده داخل، في اكثر من مكان داخل، ولكن في شيء واحد اللي كان ودي اشوفه هو كيف شكل المكان بدون هذه الخطوط. كان حرفيا راح يكون اشياء بيضة زي ما تشوفوا، تعرجات فقط لا اكثر، ولكن الانسان اللي مسك الفرشة واعطانا كل خط بروحه بصراحة سوى شيء خرافي. بالنسبة لي اذا تبغى تقعد برا تشرب كافي تاكل تسوي اي شيء، هذا بيكون افضل سيت بالضبط. ليش؟ خلنا نشوف. حرفيا انت تاكل وانت تشوف البحر، البحر ما هو اقرب شيء، ولكن بالنسبه لي انا بصراحه ما ابغى اكل برا، ابغى انبسط واستمتع بكل شيء موجود داخل، لان خطوط هذا المكان بصراحه قاعده ترسم عالم خيالي وما هو موجود في الحقيقه، اللي موجود كله لون ابيض خطوط سوداء فقط. اوكي، طبعا اول ما تجي المكان يعني حرفيا ما في ولا شيء اعتيادي في المكان، هذه سكينه، دي اكيد سكينه شفتها في حياتي الى اليوم. فا اوكي يعني حرفيا المكان قاعد يعطيك ثيم معين، تحس كذا ماخذ جو يعني موسيقى قديمه، شيء كذا جاز على الجو هذا، وهذا الشيء بصراحه خلاه يعطي شيء مره حلو اللي هو لون الاكل نفسه، انه دائما كل وجبه موجوده هنا راح تلاحظ بان فيها الوان كثيره تخليك تقدر وجود هذه الالوان بين الابيض والاسود اللي قاعد تشوفه كله. طبعا انا كنت بلبس ابيض واسود بس غيرت رايي في اخر لحظه، لان حسيت انه بيكون صداع مو طبيعي. فلذلك اول شيء بجربه راح يكون الشيء الخرافي هذا. اوكي واو، اوكي او ماي جاد ذا تيست، يعني حرفيا يعني هذه الوجبه معروفه بانها المفروض انها تكون مايل، ما تكون فيها ذيك النكهه اللي مره قويه، ولكن هذا الشيء اعطاك اياها بيرفكت بالطريقه تخليك تقول انه واو في كواليتي في الموضوع، يعني في كذا فرحه في الموضوع، في كذا بهجه. That's a good one. وحرفيا في هذا المكان بالذات عيونك تاكل قبل جو فمك، لان الالوان زي ما قلت لكم الالوان هنا قاعده تسوي شيء اساسي، يعني حتى في عندكم مشروبات في الاكل كله مهما كان.
ثاني شيء عندنا اللي هو البيني باستا العادية. اوكي. اوه ذاتس جود. اوه اوكي. نكهة الصوص نكهة واو. اوكي لا سيريسلي الاكل يعني النكهة الموجودة نفسها خلينها مره كويسه. وحاط لك طبعا هنا فلفل على جنب اذا حاب انك سبايسي راب ليتل بيت. اوكي يا ذاتس جود. يعني حرفيا في كواليتي في الاكل مره نايس مره حلو. الحين في برجر في ثلاثه حاولت اعرف وش الفرق بينهم بس حرفيا ما في فرق الا في البان نفسه. اوكي خلينا نروح ل اهون واحده في البدايه. كنت طعم البرجر نفسه مايل ما في شيء مميز بس يا الخبز نفسه. يعني اول مره تقريبا اروح لمكان يكون الخبز ما هو فقط لون, يكون الخبز نفسه في طعم مع البرجر. اوكي يعني اول مره اشوفها. متاكد ان هذا الشيء موجود كثير بس اول مره اجربه شخصيا, which is actually good. يعني هذا باين فيه طعم الشمندر and nice صراحه مره nice. انا كنت المفروض اني اقصها نصين بس فرمتها عادي يعني تجرب حبيبي. اوكي اوكي فيها تركي فيها داخل تركي. That's a good one. يعني رغم انها بارده هذا الشيء افتقدته صراحه من جيت هنا, وهو ان البرجر نفسه ما يكون تكسر حق برجر, يكون مفروم مره لدرجه انه يصير كفته. ولكن هنا يعني هذا معطيك اياها حركة التركي معاه البان نفسه الجبن الصوص really nice. حرفين هذا قاعد يعطيني كذا سايدر أمريكي من داينر على الـ I-69 كذا وأنت منطلق من ميسيسيبي طالع كذا إلى ناشفيل تينيسي. يعطي كذا عرف داينر على الجنب موجود قاعد يعطيك 100% هذا الجو which is absolutely amazing صراحة. That's good. That's a good one. Yeah. This is my favorite. Yeah. Okay. أخيرة على فحم فيها مشروم. الأولى كان فيها بصل, الثانية فيها تركي أو ديك رومي مدخن, الثالثة فيها مشروم, والبن نفسه فحم. أوكي فـ this is gonna be different. هذه حلوة. أوكي الصفرة كانت perfect مرة. هذه حسيتها أوكي يعني ماخذة على جو الداينر مرة. هذه غريبة بس يعني بس رغم انها سلايدر بس باكل نص مع شخص ونص مع شخص ثاني افضل لي اكيد. فالحين خنروح الى في شيء في هذا اللي كانت تورت انا لازم اجربه صراحه. او في فرايز الصوص هو نفسه موجود في البرجرز الثلاثه كان نفسه which is رغم انه موجود في الثلاثه الا انه حرفيا ما في اي شبه بينهم في النكهه. ما ادري ليش بس واضح ان البان نفسه قاعد يعطي نكهه قويه. يعني حرفيا لما تشوف البان نفسه في هذه بالذات مو بس فقط لون, باين انه اكثر من لون, انه في نكهه مو بس لون which is amazing. اوكي انت من الناس اللي يحبون يسافرون صح؟ ايضا اذا قلت لا في اجابتك غلط لان انت انسان تحب تسافر زيي. انا دائما عندي مشكله لما اسافر وهي الانترنت. دائما احاول اني اخذ نت بحيث انه يكون كويس, ولكن انا لما اسافر الى دوله ثانيه يكون من الصعب علي اني اعرف هل هذه الشركه كويسه هل هذه الشركه لا. ولكن تطبيقنا لهذا اليوم تطبيق تجوال اتاح لنا الفرصه الى اننا نكون بمكان اللي احنا فيه وناخذ انترنت كويس تغطيه كويسه بسرعات عاليه في اكثر من 190 دوله باسعار جدا مميزه. ومن مميزات هذا التطبيق واللي بصراحه شدتني جدا له انك ما راح تحتاج تعقد نفسك وتدور الشركه اللي تبغاها لانه راح يعطيك افضل تجربه للانترنت. ما راح تحتاج شريحه, راح كل اللي تحتاجه هو جوالك فقط, تحمل فيه التطبيق تختار الباقه اللي تبيها في الدوله اللي انت بيها وتفتح الشبكه. يعني مثلا انا عندي رحله جايه راح اطلع الى عمان وبعدين راح اطلع الى الكويت وبعدها راح اطلع الى البحرين بعدها راح اروح دبي وبعدها راح ارجع الى عمان. فلو جيت لكل دوله من هذه واخذت نت منها هذه الشركه راح تعطيني 30 يوم وانا ما راح اروح الا يومين, وهذه الشركه راح تعطيني 20 جيجا وانا ما احتاج الا 5 جيجا. بينما في برنامج تجوال انا اقدر اتحكم بالباقه اللي ابيها بالوقت اللي ابيه وحجم الداتا اللي ابيها بحيث انها تناسبني وتوفر لي مبالغ جدا عاليه انا كنت ممكن ادفعها لكل شركه في كل دوله من الدول اللي راح اروحها. فاذا حاب تخوض معانا التجربه هذه واذا ما انت مصدقني حمل تطبيقهم راح تلقاه تحت في الديسكربشن واستخدم كود SH10 عشان تلقى 10%
من أول طلب لك، ووضع الرابط وحمل البرنامج عشان تدعمنا إحنا أيضا. ولتحميل البرنامج فقط اكتب اسم البرنامج في جوجل بلاي أو الأب ستور وهو تجوال نت، وراح يطلع لك وحملة، وتقدر تستخدم كود الخصم SH10 عشان تحصل على خصم 10%. الحين يجي لهذا يا هذا الآن هو أكثر شيء تحمس له سلاش خايف منه، لأنه يجي معاه تورتيا تشيبس. أوكي، تورتيا تشيبس مع كينوا سالاد، يعني أوكي دو إت. أوكي، طعم غريب مرة. يا أرنا يعني حاولت إني أوصف، بس ما أذكر إني جربت شيء كذا من قبل. أرنا بس بصارة خفيفة، يعني رغم يعني تشوف الشكل كده تحس انه بيكون طعم اوفر، بس لا ابدا بالعكس، يعني شيء خفيف. رافيولي، ما يحتاج احد يقول لي انت رافيولي. يعني اذا ما تعرف الرافيولي من شكله، اوكي الرافيولي مهم للشيء اللي مرة افضلها، بس this looks promising. كمية الجبن اللي في الرافيولي، يا ما كنت اتوقع ان توقعت انه بيكون في كمية جبن اقل صراحة، بس يا ذاتس هيوج. لاحظت شيء للحين في المكان، مهما كان الطبق عادي ومعروف لازم في مفاجأة في الموضوع. يعني مثلا هذا شفت انه كان رافيولي، بس كمية الجبن او نكهة الجبن الشارب اللي كانت داخل مرة قوية. يا ذاتس ا لوت اوف هيت. الحين باقي سلطة، المفروض بدي بالسلطة. أنا ما أحب السلطة، بس أول شيء أنا لمحت مشروب هنا يعني finally something different. Oh yeah, that's good. أوكي يا حرفيا يمكن أفضل موهيتو جربته في السعودية، بحكم أن الحين العالم كلها بس في 360 موهيتو. So yeah, that's a good one. مرة بطل seriously، مرة بطل. أوكي سلطة، يعني أنا كنت أتوقع، يعني قلت لكم مكان هذا ما في شيء طبيعي. جيب أكثر أشياء ما تركب مع بعض حطها هنا، يعطيك هذه السلطة. تحمست إني أجربها. يعني كيف صراع نكهات في عقلي. سبرايزين، يعني نكهة الفواكه ما هي باينة مرة، هي باينة مو مرة، ولكن حرفيا أنا آخر سنة أكل سلطة في الكون كله. سيريسلي آخر سنة أكل سلطة في الكون كله، ما مو تبعي موضوع نهائيا. اوكي السلكشن اللي جربناه اليوم everything is different. اوكي يعني ممكن اكثر شيء حسيت انه كان عادي كان هذا، يعني ممكن اني جربته في اكثر من مكان بس الطعم هنا غير، ولكن حرفيا كل شيء ثاني، كل طبق ثاني مهما كان الطبق بسيط، لان المطعم معطيه لمسه. يعني حرفيا ممكن الشكل بيكون سبيشال بحكم ان كل شيء حولك ابيض واسود، ولكن اللي بيفرق في الطعم، الطعم نفسه لازم فيه كذا كيك غريب. يعني برجر فحم، الرافيولي كان فيه مره شارب تيست، الجبن نفسه ما ادري هل هو كان مليان برمجان داخل ولا لا، الكينوا صارت مره غريبه مره حلوه، لكن حتى اللي هو الفيني باس اللي هو الالفريدو مره غريب. فبصراحه يعني الموضوع، يعني توقعت انه بيكون الاكسبيرينس في المكان بس حرفيا لما تجي تاكل تعرف ان 50% من الاكسبيرينس على المكان، 50% من الاكسبيرينس على الاكل. انا بصراحه يعني قدام الستاف بقولها، توقعت صراحه بيكون جدا عادي، توقعت ان مركزين على المكان بس، لان رحت مطاعم واجد اني اقول لك مركز على المكان بس الاكل يكون اوكي، يعني انت تجي عشان المكان. بس صراحه في اطباق كثير خصوصا البرجر فاجأني جدا اوثنتيسيتي، بانه جدا جاي تحس بأنك زي ما قلت لك قاعد تاكل في داينر على الاس 69 طالع من ميسيسيبي رايح على ناشفيل تينيسي. الرافيولي هو شيء عادي جدا، كلها قاعده تعطيك سيريس، ما بقول ويرد، ما بقول ان التجربه غريبه كثر ما انها تجربه مميزه كاكل. سو يا ذاتس اكشلي جود. بقى هذا بلو بيري موهيتو. ما ادري حسيت كان المفروض اجربه قبل الرمان، لان الرمان يفوز بصراحه، يعني بالنسبه لي افضل. هذا ما هو سيء بس ارنا، يعني حسيت انه كان يحتاج حموضه اكثر، يحتاج حموضه اكثر عشان تبرز النكهه اكثر كموهيتو. بس الرمان yeah, that's the real deal. اوكي هذا طبعا السيجنتشر او المشروب السري اللي قالوا لي لا تسال عن مكوناته، بس لونه بنفسجي وفي تورتش في الموضوع.
طلعت مو تورتش. قالوا لا سعر مكونات في بلوبيري. اوكي حاولت اعرف وش غير البلوبيري ما عرفت. بس that's a good one يعني. بس هذا للحين this is number one يعني. هذا توب صراحة. أيضاً برا زي ما تشوفوا الكراسي الأرضية كل شيء قاعد يعطيك نفس الإحساس تماماً. حرفياً لما ما تطالع حولك في المكان هذا تطالع بس في المكان هذا، أنت في مكان مختلف تماماً عن أي مكان ثاني. فلذلك يقدر يعطيك إذا أنت مثلاً ما تبغى تأكل ما تبع يعني جاي كذا عشان قهوة وحلا، تقدر تأخذ البرج هذا. أنا كنت أبغى الزاوية الثانية أو المنظر الثاني، ولكن للأسف الغروب كذا ما راح يعطيني أفضل شوت هناك. فا أوكي الحلا بصراحة مرة حمسني. أنا ما كنت أبغى حلي، ولكن أكثر شيء حمسني في الحلا الملعقة اللي يعطوك إياها عشان تحلي فيها اللي هي هذه. أيضا شكل الحلا نفسه جيت شوفه. Oh my god if this doesn't look the best. حرفيا مرة غريب، أول مرة يجيني حلا بهذه الطريقة. يعني بالعادة يجي مربع واحد كبير، بس مربعات صغيرة I don't know about this. أيضا في نفس الوقت القهوة المفضلة عندي اللي ما تكون سودة، ما يكون فيها أي شيء، تكون مليانة حليب وسكر الأشياء هذه. ف بالضبط القهوة اللي أنا أشربها ما فيها أي طعم قهوة حالية مرة، بس إنه مرة طيبة، ما هي مرة حالية أوفر بصراحة طيبة. الحلا ما أدري شنو، توقع تراميسو ممكن، ما أدري وش بالضبط. Oh it's good. Oh my god that's good. Wow okay that's a nice one. هذا تشيز كيك، في تشيز كيك، في براوني، في آيس كريم، في بوستاشيو. واضح ان السيجنتشر من عندهم مره طيب مره حلو. That's a good one. واضح ان دائما بيجي كذا بس قاعد الجهه الثانيه. And you do this. تقييمي لهذا المكان، اول شيء كونت الفكره. بصراحه الفكره رغم انها بسيطه ولكنها واو، واشكر المصمم اللي قدر ياخذ الفكره هذه من راس الشخص اللي ابتكرها ويصنعها لنا على ارض الواقع بهذه الطريقه الخرافيه، فلذلك تاخذ 10 من 10. اثنين رهابة المكان، بصراحة المكان خرافي جدا، وزي ما قلت لكم بأنه يعكس الفكرة بشكل أكثر من رائع أي مثالي، وبصراحة ما أقدر أعطيه أقل من 10 من 10 لأنه يستاهل 10، ولو كان في 11 بصراحة كنت راح أعطيه 11. ثالث شيء الطاقم، الطاقم في البداية واجهت صعوبة معهم لما كنت أتواصل معهم عبر الإنستغرام، ولكن مجرد وصلت إلى اللونج أو إلى المطعم بصراحة لقيت طاقم خرافي ورائع جدا 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 ومتعاون. مديرة الشيفت أو مديرة الفرع كان اسمها مريم كانت موجودة معانا طول الوقت، ومجرد نقول أي شيء كان يصير وتفاعلوا معانا وتعاونوا بشكل خرافي جدا، خلانا نعطي أجمل تجربة وأجمل نتيجة للتغطية هذه. فبصراحة أيضا الطاقم ياخذ 10 من 10. السعر، بصراحة أسعار الأطباق ما كانت رخيصة ولكن ما كانت غالية بشكل مبالغ فيه، أي أن كل إنسان بيكون موجود ما راح يطلب أكيد المنيو كامل، ولكن لو طلبت شيء شيئين ثلاثة ممكن يوصل حسابك 100 150 200 ريال، أي أن تعتبر أسعاره نوعا ما مقبولة مقابل الكواليتي أو الجودة اللي كانت موجودة والإكسبيرينس أو التجربة اللي تلقاها، فلذلك راح ياخذ بصراحة 8 من 10. الجودة، وهذا بصراحة راح تعتمد هنا على جودة المنتجات المقدمة، طعم الأطباق، والكرياتيفيتي أو الإبداع اللي شفناه. بصراحة الجودة كانت جدا عالية، جميع الأطباق لما تذوقها وتكون ذايقها من قبل في البلد الأصلي لهذا الطبق راح تحس بأن الشيف أعطاك أفضل جودة ممكنة خارج هذاك البلد. وبصراحة أغلب الأطباق اللي جربتها كانت خرافية جدا وتستاهل أنها تتجرب في أي وقت، ولما تروح هذاك المكان أي طبق ممكن تجربه راح تعرف بأن أنت قاعد تاكل شيء أوثنتك مرة.
ولاحظت مثل ما قلت أنا بأن جميع الأطباق يكون فيها شيء يميزها، سواء اللون، سواء الطعم، سواء الفكرة من الطبق، وكل طبق بصراحة كان له بصمة على قلبي إلى الحين أتذكرها لما ذقت هذاك الطبق، ومستحيل تجربه في أي مكان ثاني غير هذا المكان. ولكن هذا الشيء له سلبيات، هو أن في كذا طبق حسيت بأن الكرياتيفيتي فيها أو الابتكار فيها بصراحة ما أعطى أفضل نتيجة، وكان واحد منها السلطة اللي كان فيها كمثرة وكان فيها توت وخضار وكان فيها أشياء كثيرة بصراحة ما أعجبتني. فلذلك بصراحة راح أعطيهم على الجودة 8/10، وبذلك يحصل هذا المطعم على تقييم 46/50، ويعتبر تقييم عالي جدا ويستاهل هذا المكان اللي بصراحة تجربة استثنائية. هذا كان عدد اليوم، اتمنى لايك سبسكرايب وشير، وانتظرونا في الفيديو قريبا جدا جدا. متين بن عبد الله again. اذا حاب تشوف اماكن مثل هذه مميزة وغريبة، سناب شات حقي يوميا راح تلقى مكتوب مطاعم غريبة، حط لنا هناك المطعم الغريب، وان شاء الله يكون المطعم الخرافي هذا من نصيب اننا نغطيه. متين بن عبد الله، سلام.